بدأ سريان العمل بتطبيق قرار تنفيذ استخدام المركبات الخاصة للمواطنين ووسائل النقل العام بنظام الفردي والزوجي في العاصمة والزرقاء والبلقاء دون المحافظات الأخرى غير المشمولة بتطبيق نظام حركة المركبات. هكذا بدأت حركة المركبات اليوم في العاصمة عمان التي تحمل أرقاما فردية تخفيفا على المواطنين لاستخدام مركباتهم وفق نظام الفردي والزوجي، على أن يسمح للمركبات التي تحمل رقم زوجي بالمسير غدا، ويسمح وفق هذا القرار باستخدام المركبات الخاصة من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء يوما بعد يوم، ويعتمد الرقم الأخير لتحديد المركبة المصرح لها وليس الترميز، ويعتبر الرقم 0 رقم زوجي، وما ينطبق على العاصمة عمان ينطبق على محافظتي الزرقاء والبلقاء، وهي المحافظات التي لم يعدل تعليمات الحظر داخلها حتى ساعة إعداد هذا التقرير. يتم استخدام المركبات من قبل مالكيها في حدود المحافظة الواحدة فقط. بما يتعلق بالمركبات الخصوصي يتم استخدامها من قبل السائق وبرفقته شخص واحد فقط، وفيما يتعلق بالمركبات العمومي الصغيرة نتحدث عن التاكسي الأصفر، نتحدث عن السيرفيس، نتحدث عن التطبيقات، يسمح باستخدامها واثنين أو راكبين بالكرسي الخلفي مع وجود جيلاتين فاصل ما بين الراكب وما بين السائق. مواطنون رأوا في تطبيق هذا القرار تخفيفا عليهم للتسوق والقيام بنشاطاتهم الاعتيادية ضمن إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا. إنه ممتاز، وإن شاء الله يضل الأمن البلد بخير والأم بخير إن شاء الله، ويرجع كل شيء عوضه إن شاء الله. التباعد في الحفلات العمومية ممتاز جدا، ونساعد على مقاومة مكافحة المرض. فيما رأى آخرون تم مخالفتهم لعدم الالتزام بقرار الفرد والزوجي أن الوقت لم يسعفهم لتركيب حواجز لسياراتهم العمومية، وآخرون استخدموا مركباتهم لظروف طارئة. والله شو أنا اليوم طلعت أنا وزوجتي بالسيارة تاكسي معاي عشان الصبح أنا أطلع أركب القاطع، ماشي مسكوني السير وحجز السيارة، وعلما أنه أنا سيارتي مبارح أنا مطلعها من السير كانت محجوزة 30 يوم. ما بعرف شو الآلية تبعت الجلاتين ولا كيف بركبوا الآلية، يعني يدوب طلعت من الدار تاكسي، نعم تاكسي مكتب. ويسري نظام الفردي والزوجي على كافة وسائل النقل العامة وداخل المحافظات فقط، فيما لا يغير يوم الحظر الشامل عند إعلانه ومنع الحركة بشكل كامل في أدوار الفردي والزوجي. فيصل بصبوص، التلفزيون الأردني.